ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده احنا متجمعين تقريبا لاقوى مقلب في قناه باذن الله. جماعه انا اصلا خايفه من المقلب ده جدا. انا اللي خايف لان انا اللي متصدر. انا خايفه جدا. فكره المقلب ايه؟ علياء قالت لي تعالى، بقول لك ايه، ما انت صاحبك عنده كافيتيريا وبتاع، ما تجيب لنا منه شيشه نعمل اكننا احنا بنشيش عندنا في البيت وانت هتعلمني الشيشه. يعني كنا بنهرب اكنها مخدرات والله. بجد والله كنت خايفه ماما تقفشنا وتقفشها معانا. يعني احنا عملنا حطيناها في حاجات وخبينا في اكياس، عملناها وجبناها في بوكس، حطيناها في البوكس ده، وبعد كده حطها في الشنطه بتاعت الحاجات اللي هو جايبها لي اعملها له، اللي هو عشان خيط لي حاجات اظبطها. الفكره بقى ان انا هعمل ايه؟ احنا جبناها هنا قلنا هنقعد في الاوضه هنعمل لها صوتيه. اصلا انا حتى ما جبتش فحم، ما جبناش حاجه ولا فيها اي حاجه، بس انت اصلا ما تعرفش، بس ماما مش تاخد بالها. فاهمين؟ حطينا فيها ميه، حطينا البتاعه دي وده وميه عشان خاطر الصوت بس يبقى باين ان في حاجه بتعمل صوت. انا بقى مش متخيله رد فعل ماما وهي تدخل علينا واحنا بنجيب. مظبطين بقى مع محمد بره، نقول لو سمحت ماما بتزعق بتعمل حاجه ما تجيش بالظبط عشان احنا بنصور، لان في مصيبه. احنا بقى عايزين، انا عايزاكم توصلوا الفيديو ده ل 70 او 60 80 الف لايك بجد، لان احنا كبروا لايكات، هنستحمل حاجات هتحصل حاسس بجد، لان طنط اصلا ما بتحبش حقيقي، ماما ما بتحبش الحاجات دي خالص ورافضه الموضوع ده رفض تام، اصلا بتشتم على الناس اللي بتعمل حتى كده حتى الاولاد ما بتهمش، فهتبهدلنا. انا خايفه تضربني. بص انا هقول لها ان علياء اللي عايزه، انا خايفه انا هتضرب. لو انت مره شفتنا تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس تضغط لايك وتوصلوا الفيديو ده ل 80 الف لايك. 80 الف لايك يا جماعه. انا خايف. يلا اتكل على الله ونشوف الفيديو هيوصل بينا ايه. يلا بينا. بص انا هقعد اعمل في فوق واقول لك هات يعني اللي هات نفس يا محمد. جماعه هي فاضيه اصلا مش حاطين حاجه، بيعمل على الهوا. محمد كيف مناوله مش مزاوله؟ كيف الكيف مناوله مش مقاوله؟ امال ايه مزاوله دي؟ الكيف مناوله مش مقاوله. الله، هات نفس يا محمد. طب بس اتقطع مني. هات نفس. عايزه ايه؟ نفس. جماعه هي مستمعه ولا ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك. في صوت غريب كده. خلاص لا، ده صوت غسالة. ايه دي؟ بنات محمد. وفي ايدك بتعمل ايه؟ بجرب. بتجربي ايه اللي جابها هنا؟ لازم تجرب. طب ماشي، ايه اللي جابها دي؟ ايه دي؟ انا اللي جايبها. انا اللي جايبها والله. انت جايبها ليه هنا؟ دخلتي بيها ازاي بقى؟ انت عارف استني بس بالله. هي دي العلبة اللي انت داخل بيها؟ اه. دخلتي بيها ازاي؟ استني بالله. طيب فين العلبة اللي انت دخلت بيها دي؟ دخلتي ايه ده؟ ايه ده؟ استني. طب ماشي انت هتخلينا اكسرها ولا ايه يعني؟ مش بتاعتي، مش بتاعتي، بتاعت واحد صاحبي. طب وانت جايبها هنا ليه يعني دي؟ فاهمين هي ايه؟ جايبها هنا ليه يعني؟ فاهمك. طب اقعدي 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 ايه يا عم؟ هو انت كل شويه تعمل لنا مصيبه؟ تعالي بس اقعدي. ايه ده؟ ايه ده اللي بجرب؟ في ايه يا ماما؟ بجرب وايه اللي ماما الراحه يا ماما. ايه شويه، ايه شويه، تعلمي شويه، انا اتخنقت منك بقى وانت بقى مش كل شويه تعمل لنا حكايه. ايه ده يعني؟ بالراحه. طيب طب هاتوا حاجه خلاص بالراحه. استني. طيب استني والله العظيم استني. طيب استني افهمك الدنيا بس. اوعى تقول لي بتاعت صاحبك اهي. خلاص خلاص مش كده. انا ليه بتاعت صاحبك؟ ايه انت عايز اجرب؟ وجرب ايه اللي انت الادب دي؟ والا اجرب؟ هو ايه اللي اجرب؟ ايه اللي اجرب ده؟ يعني ايه اجرب؟ يعني ايه اجرب؟ ايه يعني اجرب؟ انت عايز تقول لي هو انت يا ابني مش قصدي نفير الرجاله ليها يا بابا؟ لا والله ابدا. ايه ده؟ بس نفير الرجاله هنا في البيت يعني ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ في ايه يا ست انت؟ ايه المنظر ده يعني؟ خلي بالك انا اتخنقت من الخطوبه ومن العيشه السوداء. خلاص اقعدي كده كفايه بقى، حرام كده مش هينفع كده. ايه قالت لي؟ ايه اقعدي بس. ايه
هي بتقول انا عايز اجرب الشيش. تجرب انت كمان. عايز اجرب بقى. انا قلت على وشي ولا تجرب. هو قال لي احنا عندنا حد مش عارف تمام يا جماعه. اه طيب. ايه ده شويه احنا عندنا حد مش عارف ايه. ايه اللي تجربيه؟ يا ابني بقى اللي تجربيه؟ تجربيه؟ غير تقول لك جرب. احنا عندنا بنجرب الحاجات دي. شفت حد؟ شفت امك شفتها عم تعمل الحاجات دي؟ ولا ستك ولا خالتك ولا سيدك ولا عمتك ولا اي حد؟ خلاص طنط. شفت حد بيعمل الحاجات دي؟ خلاص طنط. تجربي ايه؟ استني بالله مش خلاص. العب تجربي. العب تجربي. العب تجربي. وانت عم اقعد لنا بقى مش كل الشهر نسيبك. مش شدك. عبيط ده. احنا مش بتوع حاجات. ماشي انا عايز. انا مالي انا انت عايز اجرب. وانت احترم نفسك. عيب عليك والله. والله العظيم عيب عليك لما تقول لك انا عايز اجرب. ما كل ما لما تتجوزوا كل ما تقول لك على حاجه تقول لها ماشي، حاجه غلط تقول لها ماشي. ازاي انت وحف ايه يعني انت؟ وانت ماشي لما يجي ابوك. قلت لي الكلام انت. ماشي. ماشي انا ابوك هيشوف حل في موضوع محمد رجب ده. طب اقول لك. هيشوف حل في موضوع محمد رجب ده عشان كده مش هيجي. ما يجي اصلا. انت شفت عملت فيها ايه؟ دي كده اتقلعت. انت عاجبك اللي حصل ده؟ ده قلم بجد. اه. نعمل ايه؟ انا مش عارفه ازاي اقول لها ان ده مقلم. مش عارفه. ماشي عليا لما يجي ابوك والمصحف الشريف لما يجي ابوكي وما يجي محمد ده شعري وحياه ربنا ماله شعري ما انا مش كل ده شعري والمصحف استني بنصور كل شويه على كده المصيبه دي كل شويه على كده طب ما استني طيب عايزه ايه ده مقلب والله مقلب مقلب ايه اقسم بالله مقلب دي اصلا فاضيه مفيش فحمه هتولع ازاي فاضيه مفيش فحمه هتولع ازاي مفيش فاضيه غير ميه بس وهو جايبه من صاحبه من الكافيتيريا عشان نعمل فيكي مقلب انت اصلا معرف الاوضه رايحه جايه احنا طلعناها من البتاع وحطيناها هنشغلها ازاي ما اعرف هنشغلها بايه يعني خبتنا مفيش حاجه فاضيه وانتي بتقدري تضربيني؟ وايه الصوت؟ انا ايوه حاطين فيها ميه فيها ميه بس فيها ميه بس ومقالب تاني والله العظيم تستاهل التهذيب وانا مش عايزه المقلب ده ولو نزل انتوا حرين اللي بيني وبينكم انا مش عايزه قله الادب دي ولا المقلب ده ولا الزفت اللي على دماغكم كفايه بقى انا مش قادره انا تعبانه طب ايه دي شويه ماما مقلب ايوه مقلب ايه دي شويه في ايه؟ مقلب في القرف ده يعني ايه القرف ده؟ مقلب في القرف ده مقلب فيا تاني يعني؟ ما تقوليش على حاجه تاني بقى وفيا تاني برضو يا جماعه ما لكمش دعوه بيا هنقول لها لما ايه؟ كله منك انت يا جماعه هنصالحها ونرجع لكم تاني هنصالحكم جاي هنصالحها وجايين تاني ايوه ما قلتش كلام معايا تعالي بس لا خلاص بقى لا والله مش كل شويه على كده يا جماعه معلش خلاص زهقت خلي بالك خلاص مقلب بنهزر معاك عشان انت ظلماني دايما بنهزر معاك فكره المقلب من هي اللي جهزته وقالت لي هاته معايا حتى اقول لها يا جماعه كميه ضرب في المقلب ده عشان مش هسيبك مش هسيبك بعد الفيديو لا اصل انت بتجيبي حاجات غريبه هي اللي جهزته مقلب ما عندناش حاجه مقلب قلنا ده مقلب اهو اديكي عرفتي انا مش عايزه مقلب مش عايزه مقلب انت ما بتصدقيش تزعقي لي ليه وتشتمي وتعملي انا مالي ذنب ما انت اللي بتقول انت اللي بتقول انا جايبها انت اللي جايبها ازاي يعني انت اللي جايبها ازاي انت اللي جايبها التهذيب دايما انت اللي جايبها تقولي للناس يوصلوا الفيديو ده كام لايك هنزلوا الفيديو ها لا ما تنزلوش ما احنا خلاص بقى ما احنا روحناك طب وانت يعني بتفاجئيني بالفيديو طب البس حاجه عدله اه بس انا هقول لك معلش بعدين زي القمر زي القمر لا لا بعدين هنعمل مقلب اه تحفه شكلك قمر قول لهم يوصلوا ل 50000 لايك 50 سؤال بس سؤال واحد عادل هو بجد انت مقتنعه ان ممكن حاجه تولع من غير فحم مش لازم هنا يبقى في فحم ما انا ما اعرفش ايه الورقه دي اصلا دي عارفه بتاعت البوتاجاز ايوه انا بعرف اللي فوق بقى المفروض يبقى فيه فحم ما بيبقاش فيه كده وبيبقى فيه فيها ولعه وحاجات في كزبره اه عفاريت لا المعسل العادي احنا سيدك كان بيشربه ايه انا قلت لها لو فيه فحم طب قالت لي امي مش هتفهم ده ايوه فبقى انا ما كنت انا كنتش متخيل ان انت تعملي كده بس الصراحه رهنت على ذكائك وقلت لها يعني انا غبيه لا ده بالعكس ده كويس ان انت مش عارفه قولوا للناس يوظفوا الفيديو ده 50000 قولوا للي اكل الحرامي يخاف بكره اللي كاله ايه يا سيدي اه قول لهم ماشي 50000 يلا قول لهم 50000 لايك ومذيع مذيع يعني الفيديو ماشي لا عارف مذيع نقول مذيع
نذيع نذيع يا رخمين يا بردين. وبعد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. انا شايف حافظ شبهه. هو انا حاسس ان انا متضايق من الفيديو، لان حاسس ان انا اتضايقت بجد يعني. بس ايه هنصالحها دلوقتي بالميل ويندوز. نخرب بيتك كده الصلح ده. ماشي بس كان نهاية الفيديو النهارده. لو عجب الفيديو ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وعجبلكم البهدله دي. يعني ينفع ان انا اطلع كل مره بمنظري ده كده؟ يعني مخصوص انا مبسوط منك والله. انا بقيت بتكسف من نفسي اللي هما بيعملوه فيا ده. معلش زي بعض. احنا موافقين، احنا موافقين. نزيع بقول لك احنا نفكر 1000 مره بعد كده لما نعمل فيها مقلب تاني. لا مش هفكر، وهعمل فيها مقلب تاني بقى. شكرا. سلام.